السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر. اليوم الخميس 21 من شهر أكتوبر لسنة 2021، معكم عبد الرحمن عضراوي الذي يحييكم من مدينة لافال بكندا. سعيد جدا بالتواصل معكم والدردشة معكم في هذا الوقت المتأخر من المساء. قبل ساعات وزارة النقل والجهة المسؤولة على النقل في أو النقل الجوي في كندا أصدرت بيانا تعلن من خلاله بأن الحدود أو الأجواء ما بين المغرب وكندا سوف تفتح ابتداء من 29 من شهر أكتوبر الجاري. إذا مرحبا سي محمد شاقور، سي هشام هشام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع، وسعيد جدا دائما بالتواصل معكم. إلى غبرت راه دياني الخدمة، بعض الأحيان تنسى لي في وقت متأخر، بحال البارح خرجت من الدار مع 4 صباحا ولم أعد إلا بعد الساعة 7، وعلى ما كنساليو الأشغال واللوازم المنزلية كتكون وصلت 9 مساء اللي هي 2 ديال الصباح في المغرب. سي فؤاد حياك الله وحياكم الله جميعا، 100 متابع، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. إذا قلت بأن الجهات الوصية على النقل في كندا قد أعلنت قبل ساعات على أن الأجواء بين المغرب وكندا سوف تفتح ابتداء من 29 من هذا الشهر، وبالتالي سوف يكون بإمكان من تبقى من العالقين المغاربة وخصوصا الطلبة الذين يتواجدون في المغرب سيصبح بإمكانهم الالتحاق بكندا ومتابعة دراستهم، و يعني هذه من الأمور اللي كان المطلوب أن الواجب أن كل واحد يديرها في الحسبان ديالو قبل ما يقدم على السفر. نتمنى على الله أنها تكون هذه الأخيرة وأن الأجواء ترجع إلى طبيعتها وأن مثل هذا الإغلاق هذا ما يبقاش. هنا في كندا هناك حديث على أن الكوفيد هو شيء خلفنا، حسب الوزير الأول لمقاطعة كيبيك السيد فرانسوا لوغو اللي قال بأن المرحلة القادمة إن شاء الله هي مرحلة النظر إلى الأمام، مرحلة البناء، مرحلة وضع القطار على السكة وإنهاء كل القيود التي تم اعتمادها مؤخرا بسبب جائحة الكوفيد. نتمنى إن شاء الله أن تكون كذلك العلاقات بين الدول وأن تنتهي فترة حظر التجوال بين البلدان إلى ما لا نهاية. المغرب مؤخرا أيضا يعني غلق الأجواء ديالو على 3 ديال البلدان الأوروبية، وذلك لأسباب صحية. إذا باش نرجعوا للناس اللي تيقول لك علاش ما كتخرجوش ديروا احتجاجات الآن، واش تظن بأن الناس في إنجلترا غادي يخرجوا يحتجوا على المغرب لأنه اتخذ قرار فجائي ما كان كيتوقعه حتى شي واحد وغلق الأجواء في وجه المغاربة وفي وجه الناس ديال إنجلترا اللي هما متواجدين في المغرب أو متواجدين في إنجلترا أو الدول الأخرى. هذه قرارات سياسية وعندما يتم اتخاذها لا يسع الطرف الآخر إلا أن يقبل بها ويتعامل معها. إذن مع هذا الانفراج أكيد غادي ترجع الملاحة وغادي يرجع الطيران، غادي ترجع يعني السفريات من كندا إلى المغرب ومن المغرب إلى كندا. وبهذه المناسبة
كنا قد عبرنا فيما قبل عن الانتظارات ديال الجالية المغربية في كندا، والتي تترقب زيارة ملكية لكندا. أنا الآن قرابة ال20 سنة هذه وأنا في كندا، أو ال20 سنة بالضبط وأنا في كندا. لم يسبق لجلالة الملك أن قام بزيارة لكندا، ونأمل أن هذا العهد الجديد وهذه الفترة الجديدة وكل ما عاشه المغرب خلال الآونة الأخيرة، أنه يعني المغرب انفتح على دول أخرى، انفتح على أسواق أخرى، وخصوصا أسواق اللي هي أسواق قارة، وكتتمتع بواحد النوع من الاستقرار. ونتذكر يعني في أيام الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة اللي كانت أصابت العالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من بين الدول القلائل اللي ما أثرتش فيها هذه الأزمة هذه هي كندا. علاش؟ لأن كندا كتمتع بواحد النظام مالي اللي هو قوي ومتين جدا، والاقتصاد ديالها على الرغم من أنه يعني ماشي اقتصاد اللي هو ضخم كبير مقارنة مع الاقتصاد الأمريكي، لكن تبقى اقتصاد اللي يمكن أن ينعش الاقتصاد المغربي إذا ما كانت هناك معاملات تجارية في مستوى تطلعات سكان البلدين. المغرب عنده الكثير من المواد والكثير من الأشياء التي تحتاجها كندا، وكندا أيضا لديها الكثير من المواد التي يحتاجها المغرب. كل ما يلزم هو أن تتقوى هذه الجسور الممتدة ما بين المغرب وكندا، وأظن أن زيارة ملكية لكندا بحول الله سوف تجعل من هذه الجسور ليس فقط جسورا مبنية بالطوب والحديد، ولكن ستجعلها جسورا فولاذية تقام على أساسها علاقات جديدة ما بين المغرب وكندا. مع بداية السنة المقبلة سنة 2022، ستكون العلاقات المغربية الكندية قد دخلت سنتها الستين، وستون سنة تستحق أن يتم الاحتفال بها. ويبقى أهم وأكبر احتفال هو زيارة ملكية للملك محمد السادس لكندا، وأيضا زيارة الوزير الأول جيستان تريدو للمغرب. يعني كما قلت، يعني هناك الكثير من أوجه التعاون التي يمكن توطيدها ما بين المغرب وكندا، وكندا هي الأخرى يعني تلقت واحد الدروس خلال هذه الجائحة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالمعدات الطبية و هذه الأزمة التي عرفها العالم بخصوص الكمامات. وتساءل الكثيرون في كندا لماذا تعتمد كندا على الصين بشكل كبير من أجل تزويدها بالكمامات؟ هل أصبح الكنديون غير قادرين على صناعة حتى كمامات يمكن تلبية السوق الداخلية بها؟ ومع كثرة المشاكل التي يعني كانت وليدة هذه الفترة التي طبعتها الجائحة ديال الكوفيد، الآن هناك عزم للحكومة الفيدرالية الكندية، وأيضا على صعيد مقاطعة كيبيك هناك عزم كبير على أن تعتمد البلاد أو يعتمد الاقتصاد في البلاد على السواعد الكندية الكيبيكية، وعدم الرضوخ لما أصبحت عليه من قوة هذه القوة الجديدة التي هي الصين. أكيد أن سوقا مثل السوق المغربي هو سوق يتوفر على يد عاملة بكفاءة كبيرة، وهذه الكفاءات أثبتت عن علو كعبها خصوصا في مجالات صناعة الطيران، حيث تم استقدام ما يقارب 160 مهندس
كانوا يشتغلون في مجموعة من الشركات بالمغرب، وجاءوا للاشتغال في مقاطعة كيبيك بشركة بومبارديي، وأبانوا عن مستوى عال جدا دفع بهذه الشركة أن تفكر في الاستقرار في المغرب وأن تستثمر في المغرب، ليس من أجل سواد عيون المغرب كبلد، ولكن لأنها تعرف بأنه يوجد في المغرب يد أو توجد في المغرب يد عاملة كفأة وبأسعار إلى حد ما منخفضة مقارنة مع الأسعار التي تدفعها هنا في الكيبيك. إذن هناك أرضية خصبة يجب الاشتغال عليها على الواجهتين، سواء في المغرب وفي كندا. كندا تسعى إلى تغيير العلاقات التي تربطها بالصين وتغيير الوجهة نحو الصين بأسواق جديدة، والمغرب يتوفر كما قلت على اليد العاملة ذات الخبرة العالية، ويتوفر أيضا على المواد المصنوعة بجودة وبتقنيات عالية، والمجال الفلاحي يبقى مجالا يستهوي المستهلك الكندي، فكل المواد الفلاحية المغربية التي تعرض هنا على الأسواق الكندية يعني تلقى إقبالا كبيرا من طرف الكنديين، ولعل فقط البرتقال يمثل صورة المغرب وجمالية المغرب ولذة المغرب عند الكنديين. عندما تتكلم عن البرتقال المغربي فأنت تتكلم عن أحسن فاكهة بالنسبة للكثير من الكنديين. إذن هناك سبل التعاون موجودة. المغرب لديه يعني مجموعة من الأمور التي يساعد بها الشركات الجديدة، وما أحوج هذه الشركات إلى مثل مثلا تخفيضات في الضرائب، تسهيلات في الحصول على الأراضي، التسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية. هذه كلها أمور تبحث عنها الشركات الكندية، والمغرب كما قلت يتوفر على تجربة في هذا المجال، ولعل تركيب السيارات في المغرب نموذج يمكن تقديمه كمثال قد يغري الشركات الكبرى الكندية. إذن ما نتمناه هو أن تتحرك الاتصالات في كلا الجهتين، سواء من جهة المغرب أو من جهة كندا، وتتكلل هذه الاتصالات إن شاء الله بزيارة ملكية للملك محمد السادس إلى كندا، وزيارة الوزير الأول جوستان تريدو إلى المغرب، من أجل تجسيد هذا العهد الجديد الذي يبحث عنه البلدين الاثنين. إذن هذا فيما يتعلق برغبة الكثير من مغاربة كندا. بالنسبة للأخ تيقول لي واش عندكم في الإجراءات اللي كاينة هنا في المغرب ديال فرض جواز التلقيح. جواز التلقيح هنايا مفروض في العديد من الأماكن، وغادي يصبح مفروض في جميع الإدارات، يعني أي إدارة بغيتي تدخل ليها خاصك تدلي بالجواز ديالك. الا ما عندكش الجواز ما غاديش تدخل. اذا الاجراء قائم هنا في كندا وخدامين به، مازال ما وصلناش لانه يتفرض 100%، ولكن مجموعة ديال الاماكن اللي ما يمكنلكش الان تدخل لها الا بعد الادلاء بالجواز. انا اعطيت مثال مثلا ديال لاصال ديال الرياضة، مجموعة ديال المطاعم يعني ما كتدخلش ليهم حتى كتوري الجواز ديالك في الباب. إذا واش الجواز هو فقط في المغرب أو لا كاين في بلاصة أخرى؟ الجواز يتجه إلى أن يصبح ملزما في جميع دول العالم. هذه يعني مسألة لا غبار عليها، يعني إنسان اللي تيفكر أنه غيسافر لبلدان أخرى، الإنسان اللي كيفكر أنه يعيش حياة طبيعية
في البلد الذي يقيم فيه خاصه يفهم بانه في وقت من الاوقات راه ما غيمكن ليه يدير حتى شي حاجه الا ما كانش عنده الجواز. انا تنشوف بعض التعاليق ديال الاخوان في على مواقع التواصل الاجتماعي تيتسائلوا يعني كيفاش غادي يديروا يطبقوا الجواز في الحاله الفلانيه الحاله الفلانيه. الناس مثلا اللي مشاو السوق ديال الغنم واش غادي يطلبوا لهم جواز؟ هذه حالات شاده. الان هذا عهد جديد وهذا مرض جديد وهذه اجراءات جديده ويفو كومونسي كيلكو باغ. ما يمكنش يعني نبقاو غير جالسين وكنتفرجوا، ضروري خاص دار شي حاجه. اذا الجواز معمول به في جميع دول العالم، واليوم جوستان تريدو خدا ليه شهر مع راساتو عاد يصاوب ليه الحكومه، دابا راه حاكم البلاد غير بوحدو، راه كيقوم مقام ملك كندا. اليوم قرر على انه غادي يتم احداث واحد الجواز كندي، لان كل مقاطعه دايره الجواز ديالها. بالنسبه لنا حنا عندنا الجواز ديال محافظه مقاطعه كيبيك، دونك هو اليوم قال لهم غنديروا جواز كندي، وبالتالي واحد العنوان كاتبينه قال لك استعدوا للجمله الاتيه، بدل ما جبد وريني الجواز ديالك غادي تولي جبد وريني الجوازات ديالك، يعني الجواز ديال كيبيك والجواز ديال كندا. الجواز ديال كندا هو باش غادي تسافر للخارج، مثلا غادي تمشي للمغرب، غادي تكون اتفاقيات دوليه باش انه يكون هناك جهاز اللي كيقرا الجوازات ديال جميع دول العالم. وهاد الجوازات اللي حنا نتعامل بها داخل المقاطعات تعني المقاطعه فقط. زيادات في الاسعار اخويا بدات قبل ما تبدا الانتخابات، يعني ديك اللحظه اللي كانت يلاه الحمله بدات، يلاه بداو كيوجدوا هذا، بدات ديك الساعه كنسمعوا البطاطا زادت، المطيشه زادت، الزيت زاد، الدقيق زاد. هذه يعني مسؤوليه. الان راه عندنا حكومه وعندنا رئيس حكومه، المفروض انه يعين لجنه لتقصي الحقائق وتمشي تشوف الاسواق شنو السبب، شنو اللي غادي يخلي الزيت يتزاد فيه مثلا 20 درهم ولا ما عرفتش شحال تزاد فيه، واش 30 درهم، شنو اللي يخلي مجموعه ديال المواد اللي هي اساسيه يتزاد فيها الثمن بهذا الشكل المهول. يعني كانت عندنا فتره انتقاليه، حكومه مشات حكومه جات، انتخابات، انتظارات التعيين والتشكيل ديال الحكومه. في هذه الفتره هذه اللي كلشي مشغول، كاين الناس اللي اغتنموا الفرصه باش انه يزيدوا في الاسعار ديالهم، وهذا الشيء هذا لا يستثني ايضا المجال ديال المحروقات. كيقول لنا السي محمد المجال ديال المحروقات اللي ايضا عرف ارتفاع اللي هو كبير جدا، ويؤسف ان نقول بان راه حتى كندا تتعيش نفس الوضع بالنسبه للمحروقات، اللي كان السعر ديال ليسانس هبط على 5 ديال الدراهم في وقت من الاوقات، ملي كان البرميل وصل لصفر دولار. الان اليوم كان بدولار وتقريبا 60 ديال السنتيم، يعني ارتفاع مهول ايضا في السعر ديال المحروقات في التوزيع ديالها هنايا في كندا. هذه كلها امور اللي كيخص يعني انه يتعطى عليها جواب. شنو هو السبب؟ دائما ملي كنتكلموا على الانخفاض، ملي كينخفض السعر ديال الخام في العالم، في المغرب كيقول لك ايوا حقا حنا راه هادشي هذا شارينو غالي، راه شارين حنا ديجا هادشي هادي 3 شهور وعندنا مستوكي. دونك ملي كيكون العكس ما كيحتجوش بهاد الحجه، ما تيقولكش راه الاسعار انخفضت، الاسعار ارتفعت في الاسواق. يعني السعر ديال الخام ارتفع مثلا في شهر اكتوبر مقارنه مع شهر سبتمبر، ما تيجيش يقول لك حنا راه هادشي اللي عندنا اللي كنبيعوا فيه اليوم راه شارينو في اود، شارينو بواحد السعر اللي هو جد منخفض. لا، غير كنسمعوا بان الاسعار ارتفعت في الاسواق العالميه كنزيدوا حتى حنايا في ليسانس في الاماكن ديال التوزيع. اذا كاين هناك مجموعه ديال التساؤلات اللي خاص رئيس الحكومه يجاوب عليها، وبركه من داك المزايدات، لان رئيس حكومه ملي كيمشي للبرلمان وكيطرحوا عليه الناس سؤال خاص تعطي للناس جواب، الا ما عندك الجواب ما كاين لاش تزيد قدام عباد الله. اما هادشي ديال الناس كشي كيعطي الهضره وشي كيعطي المعقول، يعني رجعوا لذاك الايامات ديال انهم كيمشيو للبرلمان باش يتعايروا قدام المواطنين، باش حنا نقولوا راه منوضينها بيناتهم، راه بيناتكم داكشي تسيروا تنوضوها في شي بلاصه اخرى. لكن من تجيو للبرلمان كاين هناك تساؤلات
خاصك تعطينا الجواب، خاصك تجاوب البرلمانيين على التساؤلات ديالهم، اما باش تعاود انت تجاوبهم غير بالمعيور فهاد الشيء هذا ماشي هو اللي كيتسناو المغاربه، خصوصا وان واحد فئه عريضه من المغاربه الان عندها انتظارات، شي كيتسنى 3000 درهم، شي كيتسنى 2000 درهم، شي كيتسنى 1000 درهم، شي 400 درهم، كل واحد واشنو كيتسنى. دونك الا جينا غنبقاو نعطيهم غير المعيور ونعطيهم الزياده في الاسعار، هاد الشيء هذا راه ماشي لصالح المغرب وماشي لصالح استقرار وامن المغرب. اذا نقطه اخرى اللي لابد من اننا نعرج عليها وهي المتعلقه بالخائن الاكبر طارق ياسين وصديقه محمد هشام. يعني الان حتى من يعني الجمهوريين كاملين كلهم وقفوا يعني وقفه رجل واحد ضد هاد الخونه، وحتى دوك اللي يعني ينتقدون المخزن وينتقدون النظام المغربي بصفه عامه ينتقدونه يعني بشكل لاذع، حتى هما الان يوجهون اللائمه لهاد الخونه، لان الهدف ديالهم تيقولوا هو اننا نصلحوا البلد ديالنا، ماشي هو نمشيو ونرتميو في الاحضان ديال الدول الاخرى. زويزو زويزو راه عليك يغني الشاروخاني، شويني فيك يا زويزو شويني فيك. اذا انا يعني عجبتني المواقف ديال بلقزيز تاشفين، لو دوزنا الكيره معاه، ولكن مع ذلك يعني الموقف ديالو مشرف مقارنه مع الشيء اللي مشى فيه والطريق اللي اختارها زويزو. طارق ياسين اللي اختار انه يبيع راسو في سوق العهر، لان اللي كيبيع شي حاجه مقابل المال وكيبيعها للاعداء ديال البلد ديالو، الاعداء ديال الوطن ديالو، فهذه خيانه ما من بعد منها حتى شي خيانه. وشفت واحد الجزء يسير البارح من لايف اللي داروا قمامه، وانا عندي اقتراح. قمامه هو اختار هذا الاسم هذا، قمامه هي زباله، هو مسمي راسو زباله قمامه. انا عندي واحد الملتمس ان الاسم ديال القمامه اليوم اصبح اسم على مسمى ينطبق على طارق ياسين. دونك الى سمح السي قمامه ما كيعطيش الاسم الحقيقي ديالو، الى سمح يقلب على شي اسم ليه جديد، وهاد السميه ديال قمامه خاصها تولي سميه ديال طارق ياسين ومحمد هشام. عجبني ايضا لورد ايب قال لهم بان الخائن غالبا ما تيموت على يد هادوك اللي ارتمى في حضنهم، ماشي على يد المغرب. المغرب ما يهضركم ما يكلمكم. وانا تنظن بان يعني ما عرفتش لو انه كانت انا بيدي شي سلطه، انا والله نوجه دعوه لطارق ياسين نقول له اجي، البي الطياره ديالك خالصه، لوطيل ديالك خالص، غير اجي ادخل المغرب، ما يهضرك حد، ما يدويك حد، ما يكلمك حد. انا نعطيوك اربعه ديال لي كارد كور غيمشيو معاك، ما كاينش اللي يدويك واللي يكلمك، خليه يعيش غير الالم ديال داك لي غوغار ديال العائله ديالو، الاقارب ديالو، ديال ولاد الدرب ديالو، منين يمشي للدرب ديالو فين كبر في الراشيديه. زويزه ولد الراشيديه، حصلت يا ولد الحرام. انا قال لكم كنقول لكم، قالوا لي كثر من قالوا ملي جبد له داك خينا في الميريكان، جبد ليه الدوسي ديالو بانه ولد الراشيديه، ولا غير كيقاقي في اللايفات، قالوا لي كيقولوا ما كان زعما راني ولد فاس. الناس الله يهديكم الله يهديكم. ها واحد من صحابو صلاح الدين الادريسي، واحد من صحابو لابس كسوه عسكريه، مرحبا بك عند العياشه وعاش الملك. والله الا كنهضر مع ولادي قبيله كنهضر معاهم وتنهضروا على وليد، المهم جا شي سؤال هكا يطرحوا عليا الملك، والله ما بقيت عاقل على سولني، وانا خدام كنشرح ليه وما عرفتش شنو كيفاش. قلت له هي تقول لي يا بنتي ساره كتاكل كنتعشى، وهي تقول لي عاش الملك. قلت لها برافو، ما عندي ما يتسالك. شتي دابا حنا الاجيال القادمه ان شاء الله غادي تكون
عياشة للملك، وبعد عمر طويل إن شاء الله يعيشوا للحسن الثالث. إيوا أنتم بقاو تابعين بوليزاريو، تابعين العسكر، وتابعين البروتكان. دونك الرخيص طارق ياسين والرخيص محمد هشام نالوا من الله ما يستحقون. انا اللي عجبني في تاشفين هو كان كيهضر في واحد الفيديو دار واقيلا هذه شي سيمانه ولا اكثر، كيهضر واحد الساعه يتقرع تقرع وبلا ما يشارك. استغفر الله، شنو قلنا الخوت؟ تاشفين راه غير لسان فيه اللي كافر، اما الجوارح ديالو كلها مؤمنه، كلها توحد بالله سبحانه. دونك يعني المواقف ديال هاد الناس ولو انهم ينتقدون بشده، ولكن فريمون تاشفين طلع راجل في هاد المرحله هذه، و اكيد انه غادي يكسب احترام. هو الاخ دابا كتب في التعليق تاشفين رجوله، لا هو ماشي رجوله من قبل، لان حتى هو كان كيخوض في الاعراض ويخوض في الهضره الخاويه وفي السبان وفي المعيور الى اخره، ولكن تنظن ان هاد مفترق الطرق اللي الان احنا تنتواجدوا فيه خلاهم يفهموا واحد العدد كبير من الجمهوريين بانه ما يمكنلكش تمرر واحد الفكره بالسب وبالمعيور، وفهموا بانه هاد الخونه هادو اللي مشاو الان ارتموا في الحضن ديال الجزائر بالامس القريب راه كانوا كيجيو كيطلبوا وكيرغبوا باش يتخشاو حتى هما مع الجمهوريين، تيقلبوا غير على شي بلاصه على شي مكانه. يعني هادو راه كانوا كيشوفوا في تاشفين واحد الهرم كبير كيتقربوا منه ويتلصقوا فيه، ولكن اليوم اول ما تحت لهم فرصه باش انهم يربحوا بعض الفرانكات، وما الناس كيقول لك يعني كيشوفوهم تما في فلوريدا ما تزادت عليهم حتى شي حاجه. يعني بنادم مزلوط عايش مزلوط غيبقى مزلوط مدى الحياه، الحاجه الوحيده اللي تزادت عليه هو انه اصبح معروف عليه انه الخائن. يعني كاين واحد العدد قليل ديال المغاربه اللي هما خونه، وانا لحد الساعه هادو جوج اول خونه غنعرفهم في المغرب. شتي كاين بزاف ديال الناس اللي دازوا عبر تاريخ المغرب كانوا كاع في العهد ديال الحسن الثاني رحمه الله داروا الانقلاب، ما سمعناش بانهم مشاو لعند فرنسا وتعاونوا مع فرنسا باش يجيو يديروا انقلاب مثلا. لا، هما ناس من وسط المغرب قرروا انهم غادي يديروا انقلاب، وحدين اخرين كينتقدوا ما مشاوش كيتعاونوا مع اسبانيا ولا مع الجزائر ضد المغرب، لا كينتقد المغرب من منطلق انه هو انسان معارض للنظام. لكن لاول مره في تاريخ المغرب حسب التاريخ اللي كيعرفوا عبد الرحمن العضراوي، لاول مره غيكونوا عندنا خونه عن جداره واستحقاق اللي هما محمد هشام وطارق ياسين. ولكن اللي كيعجبني ما عرفتش قمامه ما عرفتش خاص اللسان ديالو يدار ليه الروسيكلاج، يتحيد منه الكلام الفاسق، يتحيد منه الكلام على الدين. يعني ما كاينش شي واحد اللي كيعرف يرد على طارق ياسين بحال قمامه. يعني هذاك كيستعمل داك الاسلوب الزنقاوي والاسلوب المنحط والسبان والخوض في الاعراض ديال الناس وفي عيالات عباد الله، قام ما يعني لقى الدواء ديالو عنده. فاذا هاد الشيء هذا ما عرفش غادي نقول على الاقل هي واحد النقطه ديال واحد الشعاع وبو دو تونيل، واحد شويه ديال الضوء وبو دو تونيل هاد الموقف اللي وقفوه هاد الجمهوريين تجاه الخونه، وخصوصا السيد اللي كان داير حوار مع زويزو وتيقول ليه شنو نحطك دابا في الحدود، واش تمشي للجزائر ولا تمشي للمغرب؟ الاخر تيقول له هادي راه ماشي هضره، هادي راه ماشي سؤال، يا لا بنادم كي داير يا لا كامبو، كيف انا شنو نمشي ندير في الجزائر؟ انا مغربي انا غادي نمشي للمغرب، هذا ماشي سؤال كيتطرح. ولكن الاخر دابا شوف شي واحد من دوك الممولين لانه كيعطيه الفلوس قال له ها انت شوف طرح عليه هذا السؤال يمكن تحرجه ويمكن يقول لك نمشي للجزائر لان الجزائر احسن من المغرب. لا ماشي ريشارد عزوز، ريشارد عزوز واخا هكاك كيبقى صاحب فكر وصاحب يعني مجموعه ديال الافكار اللي طرحات في هذه الجمهوريه والجمهوريين الى اخره كلها جات من عند ريشارد عزوز. لكن للاسف
الشديد. انا قلت هذاك النهار باقي نعاود نكررها، ان ريشارد عزوز داير راسو في هاد ولد الراشيديه، هاد المسمى طارق ياسين، وما عرفتش اشنو باقي كيدير معاه ريشارد عزوز الى يومنا هذا، بعد ما هو عبر للعلن على الخيانه ديالو للوطن ديالو. دونك واش ريشارد عزوز يعني عاجبو الحاز انه يتعاون مع دوله اخرى ضد البلد ديالو؟ ما فهمتش شنو باقي كيدير معاه، ولاش كيطلع معاه في هاد ليلاي. وريشارد عزوز حاقرين واحد الحجره، يلاه كيحل شي قناه يوتيوب، ما عرفتش اش تيديروا له ليه، بحال اللي كيلوحوا عليها شي برودوي ولا هذا كيتحيد ليه، كيدوز جوج ثلاثه ديال السيمانات كيحط فيها لي فيديو صافي كطير. المهم شي واحد جالس في يوتيوب مقابل ريشارد عزوز فقط، ما عنده عليه حتى شي، عزوز حتى هو ولا كيدافع على العسكر. ايوا صافي، مادام داير راسو في الاخر، اولا يمكن شاف بان ليه كاين البلان كاين ما يدار. بنادم بغى يبقى 20 عام هو كيسب في المخزن ويسب في الملك وما صور حتى شي حاجه، هو يدير يدو في الخونه وغيتهلاو فيه غيكرموه. ولكن كونوا على يقين، راه الهضره ديال لورد ايب راه حقيقيه، راه الخائن نهايته تكون على يدي من خان لاجله. هذوك الناس اللي مشيتي كتخون لمصلحتهم ولاجلهم، نهايتك غادي تكون على يديهم. اما المغرب راه غير حنايا المغاربه، انا ديال الخارج وهذا، ما تاع المغاربه ديال الداخل راه ما مسوقين ما جايبين اخبار معاه. دابا راه جالسين كيتصنتوا تيقولوا ما عرفتش كادري ريشارد عزوز، علاه كيدوي هاد الهضره، شكون هاد الزويزو هذا؟ مسيقين كاع الاخبار اللي هما واش كاينين ولا ما كاينينش. 21 قناه تغلقات خطاب الكراهيه والسب والتهديد، 21 قناه اللي دار. والمهم انا من هاد الشيء هذا كامل الخلاصه ديالي هو انه بعض الجمهوريين فهموا بان النقاش تيكون بتبادل الافكار، انك غادي توجه للمهداوي باش تهضر معاه، غتهضر مع المهداوي، ما تدخل ليه لا في عمته ولا في خالته ولا حتى شي حد، انت كتهضر معاه افكار عبر عليها المهداوي. المهداوي براسو تلاقى معاه في قهوه ما تهضروا ما يهضرك، انت كتكلم مع المهداوي ديال لي ميديا سوسيو، طرح واحد النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي وانت كتعلق على الكلام ديال داك الشخص. اما تلقاه عند مول الخضره كيشري الخضره ما تدويش، هذاك المهداوي الانسان الواقعي، انت كتناقش مجموعة الافكار وخليك في الافكار ديالو. هادشي انا عشتو هذه تقريبا عامين ونص مع الجمهوريين، يعني باول مره خرج قلت لهم هادشي الجمهوريه غير الوهم وغير التخربيق، وداك الوقت اللي كان الفيديوهات ديالي كيتشافوا بالملايين ديال المرات، والفيديو يعني لقى واحد الانتشار كبير بزاف، وناضوا ليا انا هكذايا السب والمعيور. يعني ملي كيبدا الانسان كيسب فهو تيقول لك يا ودي راه ما عندي ما نقول، راه تسالات ليا الهضره، انا غادي نرقع شي شويه ديال السبان وديال المعيور باش نبان بانني راني خصيم راني كاين واجد. دونك زويزو محمد هشام الى دار فيكم ريشارد عزوز راسو حتى هو منكم ليه. يعني الخونه ديال المغاربه، ديال مغاربه الداخل ومغاربه الخارج، الان هم في عزله وتعزلوا حتى في وسط المكان اللي ترعرعوا فيه ونشأوا فيه، اللي هو هذا الفكر الجمهوري السائد في وسط عشرات الاشخاص او مئات الاشخاص الموزعون ما بين امريكا واوروبا. اذا نبقاو في نقطه ايجابيه وهي نختم بها هذا اللقاء، وهي هذه الانتظارات ديال الجاليه المغربيه التي تنتظر ان شاء الله زياره ملكيه للملك محمد السادس لكندا في اقرب الاجال، بعد اسبوعين على ما اظن غادي يتم تشكيل الحكومه الكنديه، ونتمنى على الله انه يكون هناك اشتغال مع وزارة الخارجية ومع الديوان الملكي والمكتب ديال السيد رئيس الوزراء الكندي باش يتم ترتيب هذا اللقاء في القريب العاجل، ويتم توطيد العلاقات المغربية الكندية للمستوى الذي
نأمل لذلك. إذا كان معكم عبد الرحمن عدراوي مباشرة من مدينة لافال بكندا، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.